داخل فيه، ولأنه غشاش ولا أنسى هذا اليوم أبدا. عام 1966 وقد فتحت السجون أبوابها وفغرت المعتقلات أفواهها ليساق إليها الذين اتقوا ربهم، واشتعلت النار واضطربت الأرض، وفوجئت باثنين يطرقان علي بابي وقت الظهيرة، وفتحت الباب وجلست معهما وعرفاني بأنفسهما إنهما يعملان في مكتب المشير، أي أنهما من رجال المخابرات، وماذا تريدان مني؟ فقال لي إننا جئناك من قبل الزعيم والمشير، وإنهما يطلبان منك كلمة واحدة تقولها يوم الجمعة للمصلين، وبعدها سترى المنح والدرجات والمكافآت والمنصب المرموق. وجلست أستمع، وكان اليوم يوم الخميس، وانا اهيئ نفسي للوقوف بين يدي الله يوم الجمعة، وقلت وما تكون تلك الكلمة؟ فقال لي ان تعلن على المصلين ان سيد قطب يستحق الاعدام والقتل. ولعلمكم ايها الاخوة الاعزاء انني مضى علي في الدعوة الى الله 30 سنة، ويوم وضعت قدمي على المنبر لاول مرة قلت لله تعالى: اللهم اني اعاهدك على انني لا انافق احدا ولا ادعو احدا سواك. وماذا تكون النتيجة لو لم احلل دم الشهيد؟ احلل دمه. فسر القرآن العظيم كله تفسيرا لم يسبقه به احد في القرن العشرين. احلل دم رجل اعلم علم اليقين انه باع نفسه وما له ودنياه ابتغاء مرضات الله. فقلت لهما: واذا لم افعل ماذا تكون النتيجة؟ فقال لي: انت تعلم النتيجة. قلت: هل النتيجة ان اذهب الى جهنم؟ قالوا: نحن لا نملك جهنما، انما نملك السجون. قلت: والله لا افعل، وسألت الله قائلا: ربي السجن احب الي مما يدعونني اليه، لا تسقني كاس الحياة بذلة، بل اسقني بالعز كاس الحنظل. والله لا افعل، انني ان فعلت ذلك فقد اضعت اخرتي امام ربي، وان ما فعل ذلك فان السجن هو مكان الابقياء، سجني خلوة ونفي سياحة، وقتلي شهادة اعتز بها امام الله، امام الله. والله لن يكون ذلك ابدا. ومضى اسبوع واحد، ويوم الخميس الذي بعده كان البيت يفتش في الساعة 2، ولم يجد المفتش الا مصحفا، ما رأى شيئا يستطيع ان يحاكمني به، انما وجد مصحفا
فلما انتهى ايضا رمى المصحف بالشارع على اعلى يديه. قلت انك لا ترمي كتابي انا، انما ترمي كتاب من لا يغفل ولا ينام. لا يغفل ولا ينام. يا معشر السادة، ورأيت نفسي، رأيت نفسي بين عشية او ضحاها بين اربعة جدران، ورأيتني وحيدا، ولكن كيف اكون وحيدا ومعي الله؟ النفاق يؤدي الى النار، والاخلاص يؤدي الى الجنة. ورأيتني ادور في زنزانة لاول مرة ادخلها، ورجع بي شريط الذكريات، لماذا اوجدها هنا والمنافقون يأكلون ويرتعون ويتمتعون. وعلمت انني بدأت ادفع ثمن الكلمة التي قلتها، بدأت ادفع ثمنها، وخلعت عمامتي ووضعتها وسادة تحت يدي، وخلعت جبتي وافترشتها على بلاط الزنزانة رقم 19 في معتقل القلعة، ومضت ساعات الليل وانا اذكر الله. الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، الا بذكر الله تطمئن القلوب. وقبيل الفجر بقليل اخذتني سنة من النوم، فرأيت في المنام ابا بكر الصديق واقفا امام قبر الحبيب محمد، واذا بابي بكر يتلو علي قوله تعالى: واصبر لحكم ربك فانك باعيننا، انك باعيننا. فانك باعيننا. وعلمت ان هذا في رضا الله يهون، يهون. رضاك خير من الدنيا وما فيها، يا مالك النفس قاصيها ودانيها، فليس للنفس آمال تحققها سوى رضاك، فذا أقصى أماليها. فنظرة منك يا شغلي ويا أملي خير إلي من الدنيا وما فيها. واصبر لحكم ربك فانك باعيننا، باعيننا. وما رضيت يوما ان انافق السلطة، وما قبلت، وما رضيت ان اجلس مجلسا فيه شبهة، وليقل المنافقون ما يقولون، فإن قافلة التوحيد تمضي والثياب تعوي. العالم لا يقبل علمه إلا إذا اعتز بعزة الله، ولذلك يوم يمر العالم الصالح على الصراط تقول له جهنم: يا مؤمن اسرع بالمرور علي فان نورك اطفى ناري. وذهب هارون فهل اخر الاذان حتى يصل السلطان؟ لا،
ذلك عمل لا يرضي الله. هل اخروا الاذان حتى يصل السلطان؟ لا. هل اصطفت الجنود بين صفوف المصلين؟ هذا وجهه للقبلة وذاك ظهره الى السقف وذلك رأسه الى النوافذ؟ لا. وينقلب المسجد سكنة عسكرية؟ لا. ماذا حدث؟ هل تعمد القارئ عند دخول السلطان ان يقرأ ان الذين امنوا وعملوا الصالحات انا لا نضيع اجر من احسن عملا؟ هل تعمد ان يقرأ انا فتحنا لك فتحا مبينا، الم نشرح لك صدرك؟ الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. هل هذه الايات نزلت في احد غير رسول الله؟ انا فتحنا لك انت يا محمد ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تاخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. والله ما نزلت هذه الايات الا في واحد، هو محمد حبيب الواحد وحد الواحد. لما هذا النفاق الرخيص؟ هل التهبت ايدي المصلين بالتصفيق عند دخول هارون؟ هل ارتفع هتاف الجاهلية عندما وطئت قدم هارون ارض المسجد؟ لا. الكل متأدب بقوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، فلا تدعوا مع الله أحدا. كل ما فعله هارون أنه عندما أراد الجلوس في المسجد جلس آخر المسجد على كرسي، فلم يسمح له الامام مالك بالجلوس على الكرسي، وبدأ يشرح قول النبي صلى الله عليه وسلم: من تواضع لله رفعه. وفهم هارون انه المقصود بهذا الكلام فرفع الكرسي وجلس مع المصلين على الارض.